الركن الأول من أركان الإسلام. إنسي مارن أسكال إسلامين أسكال إسا أون إسلام الشهادتان أون كاكسي توريستوستا. ما معنى لا إله إلا الله؟ متى تركت لا إله إلا الله؟ يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. كوكان أيوله بالوامسن أرضينن باتي الله سبحانه وتعالى. كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. كايكيميكا بالوطن يقع يقول الله لا نيسون باطل سيهو أكسوتا. كل ما عبد من دون الله أنا أكفر بكل ما عبد من دون الله. كايكي بالو من المنكمينتين يقع يقول الله لا من السطلاب أسكوا عن سمو كان. أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. من أتوريس تنفاين بالو مثل الله اللي سبحانه وتعالى إنك رنا استكيت عنها من رنا. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين على ركنين. لا إله إلا الله سيسو قهر الله يلا الله. الركن الأول إنسي ما نيالك أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. من الطريستان إتا قايك أي طالبو مسيدتك أي فتقول الله إلاني من الطريستان هيستا. العمود الثاني يطوين يالك عن أثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. يقايك أيك طالبو من الطريستان سير الله إلا. وشهادة أن محمدا عبد رسوله معناها يا أشهد يا شهاء يا تمطرست من التأيوكيت أموت بروفيتك ومن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد يا تمين بروفيت عليه الصلاة والسلام أن إتس بالفليا يهنت أي بالفلا ورسول لا يكذب يا بروفيت أي كوس كان الله تله. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به يا مين أن تطعت بروفيت قايك سميتها كاسكي ميتة ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به ولا نكذب يا طريستم يا أوسكم قايك ميتها نكرتم كرتم من أي مك ما لهت للسيدة ونبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا بيسو مقايك استكاو كنا مين كان صلوا من بيسو كان يستكاو ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في الدين يا سورة ما حنت أي مك تو ميتة أوس يتهنوس كنتم